منذ قليل كنت أشهد هذا العرس الديمقراطي الذي عبر عن نفسه في اجتماع الهيئة الوطنية للانتخابات بعقدها مؤتمرا صحفيا عالميا أعلنت فيه نتائج الانتخابات الرئاسية. الحقيقة أن مشاعر الفرح والسعادة سادت المصريين جميعا، ذلك أن اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر له دلالته. الأمر الأول أن المصريين أجمعوا على أن يستكمل الرئيس مشروعه الوطني. هذا المشروع الذي بدأ منذ انتخابه وتنصيبه في 8 يونيو 2014، استمر هذا المشروع على مدى أكثر من 9 سنوات ونصف لبناء الدولة المصرية وإعادة بناء مؤسساتها وتحقيق الأمن والاستقرار على أرضها. كان طبيعيا أن يلتف المصريون حول القائد الوطني لاستكمال هذا المشروع. ففي العمر الانتخابي 6 سنوات أخرى بالتأكيد الرئيس سيكمل بإذن الله فيها مدته، وخلال هذه المدة سيعيد بناء كثير مما هدم في أوقات سابقة، وسيستكمل حلقات المشروع الوطني في كل المجالات. هذه واحدة. الأمر الثاني أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق في وعده، قال مصر أم الدنيا وحتبقى قد الدنيا، وبدأنا نمضي بخطوات ونسير في الاتجاه الصحيح ونحاول أن نؤسس لجمهورية جديدة قوامها الشفافية والإيمان والتنمية والبناء ورد الاعتبار إلى أشياء قد همشت، وتحقيق الديمقراطية والإصلاح السياسي والمجتمعي والاقتصادي. هذه الجمهورية التي بدأت لبناتها منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي من المؤكد أنها ستستكمل حلقاتها في الفترة المقبلة. الأمر الثالث هو رد الاعتبار إلى فئات كانت مهمشة مثل ذوي الهمم، 15 مليون مواطن مصري لم يأخذوا حقوقهم ولم يستردوا اعتبارهم إلا في زمن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أقام لهم يوما للاحتفال السنوي بهم، وكانوا موضع تكريم واحتفاء بحضور الرئيس نفسه لهذا اليوم. الأمر الثالث أن الرئيس حقق الأمن والاستقرار. هذا الأمن والاستقرار الذي كنا نبحث عنه في سنوات ما بعد 2011، هذا الأمن والاستقرار الذي بدأ منذ إسقاط حكم الجماعة الإرهابية، استمر هذا المخطط الذي واجه هذه الجريمة بكل قوة وبكل إيمان وبكل جسارة. ولذلك المصريون لم يعطوا صوتهم هباء منثورا للقائد الوطني، وإنما اختاروه لأنه المنقذ والمنجز والقادر على الدفاع عن ثوابت الدولة الوطنية لاستكمال مشروعها الوطني.